ملامح الانتصار التي ترسم مشهد الحياة في قلب حلب كانت هاجساً إبداعياً، جمع أكثر من 60 شاباً وشابة على مسرح نقابة الفنانين في حلب ضمن أوبريت حمل عنوان سوريا قلادة الشمس، وذلك بحضور رسمي وشعبي كبير. مشاركتنا اليوم كمنظمة بهذا الاحتفال الفني ضمن روابط فرع حلب لاتحاد شبت الثورة وعقد مجالس الاتحادية ومن ثم بعض الأنشطة التطوعية، وبالتأكيد دليل على أنه حلب بدأت تتعافى، وأيضا مشاركة شباب الوطن اللي هم الاعتماد عليهم في المرحلة القادمة في بناء سوريا. دعم لشباب حلب لحتى فعلا نبدأ بإعادة أعمار، لأنه مثل ما كلياتنا شفنا أنه إعادة البشر هي أهم بكثير من إعادة أعمار الحجر، لأنه إعادة أعمار حجر بسيط موضوع مادي، لكن الحرب على سوريا كانت هي حرب إعلامية، حرب فكرية. نحن كفرع حلب تحرش بثورة جاهزين لحتى فعلا نعيد البشر وفق خطط واستراتيجيات عمل رح نحطها وتطلع نتائجها قريبا. سلسلة تاريخية قدمها المشاركون بأسلوب فني حاكى صمود الشعب السوري وجيشه الوطني أمام كل التحديات وصولا إلى النصر. أوبريت سوريا قلادة الشمس ملحمة تاريخية عم نصور فيها الأحداث سوريا من ابتداء من 6 أيار وقت إعدام المفكرين السوريين واللبنانيين، مرورا بالاحتلال الفرنسي، عصر الانقلابات، عصر النهضة. هلأ نصر حلب، أنه انتصر جيشنا بحلب، ما عاد في إرهابيين، أنه دحرنا الإرهاب. هو هذا أوبريت اسمه سوريا قلادة الشمس، هو بمناسبة هالانتصارات بحلب. أنا أخذت حاليا دور الشاب اللي هو عم بيمثل الشعب اللي كتير أكيد فرحان بالانتصارات اللي قدمها جيشنا العربي السوري. العمل يعبر عن ملحمة، عن تاريخ سوريا الحديث والمعاصر، تخللته الأحداث منذ الاحتلال العثماني تباعا ومقاومة الشعب العربي في سوريا، أيضا للاحتلال أو الاستعمار الفرنسي مرورا بالتصحيح. رجعت حلب ورجع أيام الشغل وأيام الضحك وأيام هي هي حلب، هي هي أجواء حلب. فعالية كتير حلوة، طلعت بشخصية إبراهيم هنانو، بتجسد من قبل، انه شلون كنا قبل وهلا لحد انتصار حلب. شيء مهم وشيء بيرفع الراس، واللي احنا نشوفه انه جمهور حلب استطاع ان يعيد الحياه، والشباب رجعوا الحياه. واتمنى ان يكون هذا العرض رساله لانتصار حلب. لوحه نصر رسم خيوطها على الارض أبطال منحوا الحياة معانيها المقدسة من صمود وتضحية، رجال الجيش العربي السوري، رجال الحق، طوبى لكم.